دكتور أشلي، البعض يرى أن الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا هي حرب تغيير العالم بامتياز. إلى أي مدى كانت هذه الحرب كاشفة للتغيرات التي جرت في موازين القوى، موازين السلاح، وأيضا السياسة الدولية؟ هو سؤال له معاني كثيرة، إنما في الواقع هنا في واشنطن أو الشعب الأمريكي يعلم أن الحكومة الأمريكية كانت تعلم سابقا أن روسيا سوف تهاجم على يوكرين. يوكرين ما هي إلا ضحية بين صراع خفي وقوي ما بين الولايات المتحدة وروسيا والصين. CIA have reported many reports، يعني many منشورات طلعت already في وزارة الخارجية الأمريكية والCIA بتقول أن الحكومة الأمريكية تريد أن تستمر الحرب مع روسيا لمدة أطول، وبدليل قاطع أن الروس واليوكرانيين اجتمعوا في إسطنبول وتم الاتفاق على أجندة معينة لانسحاب الروس من جزء من الأراضي اليوكرانية، وأن روسيا سوف تحصل على جزء أيضا من الأراضي. وعندما تم اجتماع آخر في واشنطن تغير الموقف تماما، لأن من مصلحة الغرب، ولما أقول الغرب أمين الولايات المتحدة والأوروبيان يونيونز، أن هم يستدرجوا روسيا إلى مصيدة، وهذه المصيدة هي يوكرين. سوف تستنزف القوات المسلحة الروسية كثير من المعدات الحربية. روسيا كانت في السنة الماضية في فبراير 2022 كانت ميزانية الحرب 29 بليون دولار، دلوقتي ريزد أب حوالي 16 بليون دولار. لكن سيد الفضل، النزيف من كلا الطرفين ليس من الطرف الروسي فقط، الطرف الأوكراني ليس له قيمة أن هو يستنزف، لأن هي بلد نصها مفتتة، يعني تلت يوكرين ذهبت إلى روسيا. يوكرين خسرت حوالي 112 بليون دولار، وخلاف طبعا القتلى عندك حوالي 8 مليون من اليوكرانيين تم نسحهم إلى بلاد أخرى كرفيجي كمهاجرين، وأيضا 8 مليون يوكراني آخرين ذهبوا إلى أماكن كثيرة. السؤال هنا أمريكا different system عن بقية العالم. لا يجوز للولايات المتحدة ولا للوايت هاوس أن يخش في حرب فعلية مع الروس قبل الانتخابات التي القادمة في 2024. ولا يوجد رئيس أمريكي in the right mind أن هو يقول لك أنا أخش حرب ضد الروس، والبستوبك. فالواقع هو أن أمريكا والحلفاء قرروا أن يعملوا مصيدة يوكرين للروس. التشاينيز very careful، التشاينيز حتى في الاجتماع الأخير، أمريكا طبعا عندها معلومات كثيرة جدا ما هي نوعية الأسلحة التي سوف تعطيها الصين لروسيا، وما هي نوعية التكنولوجي والنوهاو اللي الصين سوف تعطيها لروسيا.